عندي ده وعندي ده، دول اللي هما القصيرين شويه. بقول لك ايه؟ ايه؟ مش في شرابات عليها ابراج؟ انا عايزه البرج بتاعي. عندي كل الابراج. استني، انت برج ايه؟ دلو. انت دلو؟ ايوه. خدي يا مريم، ده الدلو. ايه هتقعدي تبيعي شرابات؟ تعالي نقعد في اي حته. ايه ده؟ البتاعة الغريبة دي لسه عايشة؟ لسه. أنا كنت قربت أنساها خلاص، بس أنا مش هقدر أكلها على فكرة، ده هتلخبط لي وشي قدام الناس. لخبط وشك إيه؟ ده أنت أحلى واحدة موجودة في المكان ده كله. ميرسي. بس دي مليانة سكر وأنا ما أقدرش أكلها برضو. آه سكر وقهوة ولبن. أنت بتعرف أنا ببقى شبه المشروع. ما بتحبيش إيه تاني بقى؟ ما بتحبيش الناس؟ لا طبعا بحب الناس. مين قال لك ان انا ما بحبش الناس؟ ما بحبش المواعيد اللي مش مظبوطه. اه على كده بقى نص مصر مزعلين. لا انا اللي مزعلهم مواعيدي مظبوطه. انت كمان مواعيدك مظبوطه مش كده؟ انا بيت جنة. مواعيدك مظبوطه؟ طب هايل. مش قوي، اللي زيي ما بيفرقش معاهم قوي المواعيد. اه طبعا، ما انت عشان بتشتغل حر تروح وقت ما تروح وترجع وقت ما ترجع براحتك. طيب انت عمرك غلطتي في شغلك؟ انا؟ لا طبعا. انا بخاف قوي اغلط في شغلي، عمري الحمد لله. طب خايف ان ده يحصل؟ لا، اللي بيخاف دايما ما بيغلطش لانه بيبقى واثق في نفسه، انما لما بيخافش هو الفاشل اللي مش عارف حاجه. طب اسالك سؤال تاني، بتخافي تتعرفي على الناس؟ لا ما بخافش من الناس خالص. انت قصدك يعني ان انا بخاف اتعرف على الناس عشان سبتك ومشي؟ ما احنا لو كنا اتعرفنا وقلتي لي اسمك ايه كنا وفرنا بقى مشهد المستشفى اللي حصل. لا بس طمطمان اتخضت قوي. يا ريتها جت على طمطمان. يعني ايه مش فاهمه؟ ما تاخديش في بالك. انا نفسي اعرف انتوا بترجوا في ايه كل ده، انا زهقت لكم. دكتوره مريم بتقولي ان انا احلى واحد موجود هنا. بتشتغلك بتقول لك اي كلام، صح يا مريم؟